مرة أخرى كل عيد والمصريين بخير وضد أعداء الحياة، ضد أعداء الفرح. القاهرة والناس تذكركم بفتوى دار الإفتاء المصرية التي تؤكد أن الاحتفال بشم النسيم حلال حلال حلال، إذ أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بيوم شم النسيم ليس به شيء مخالف للشرع، فهو عادة مصرية ومناسبة اجتماعية لا ترتبط بأي معتقد ينافي الثوابت الإسلامية، إذ يحتفل المصريون جميعا في هذا الموسم بفصل الربيع بالترويح عن النفس وصلة الأرحام وزيارة المنتزهات وممارسة بعض العادات المصرية القومية كتلوين البيض وأكل السمك، وكلها أمور مباحة شرعا.